توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في الفترة الممتدة من الربع الأخير لهذا العام إلى عام 2026 إلى نتائج سلبية على أغلب البنوك الخليجية. وعزت الوكالة هذا التأثير السلبي إلى أن خفض أسعار الفائدة سيجعل البنوك تعيد تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات التي تدفع عليها فائدة. وتوقعت الوكالة أن تكون البنوك الإماراتية هي الأكثر تضرراً، في وقت من المرجح أن تكون البنوك السعودية أقل تضرراً بسبب ارتفاع نسبة التمويل بسعر فائدة ثابت.